ابن خلدون من كبار علماء الأمة. تم القرآن يسعى كتاب مشهور اسمه المقدمة. أي غرض العلم القرآن؟ خطر صاحب العقل الموسوعي من الأمور التي درسها وثقها التاريخ العلوم. تاريخ العلوم اسمه يبضع علم الأصول في الفصل التاسع يخدم عنوان أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات. أشد هنا اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية. وكذا وين ابن خلدون أشقار علم الأصول علم عظيم لم قرآن سوى زاليس وأجلها قدرا القدر سعلاي وأكثرها فائدة ذي العلم سعى الفائدة ثم قرآن وهو النظر في الأدلة الشرعية. خطر الأمر عظيم النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. نكون يسوى شو الحوذي الدنيا ثنغين سلمة من حسن الأحكام الشرعية وأصول الأدلة الشرعية. أشدنا هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له إلى أن يقول دائما ابن خلدون واعلم أن هذا الفن هذا التخصص هذا العلم من الفنون المستحدثة في الملة. معنى ذيون العلم ذا جديد ذي الوقتيسة ورنا هذا قديم من ذي الوقتيس ابن خلدون الرياغ شحال قرون الفير كثر من 12 القرون غير الفير كثر من 12 القرون. إنك واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه. معنى الصحابة أورث حواجنارا يروح وجنا الصحابة العلمي بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. شوف الله أكبر لحدث بوان إنه الصحابة أي مسعان ذقل غنسن ذي الروج ورحو جنارة العلمي وهو من علوم الآلة حو جنارة أي غر أخطر ثم زوارو السنن تعرف مليح الصحابة يعرفون اللغة العربية بل يعرفون أسرارها في السنف عشنا كذن في صلى الله عليه وسلم يكفيهم شرفا أن عاشن أكذ النبي صلى الله عليه وسلم إذن تساغثني الصغرا إذن تساغثني ربان أكا وذا شاهدوا مواطن التنزيل أسمي دينزل القرآن حضران كلي وين بالمهد صحي حضر صفي السعان أي نور نسعي أين كرسع الأمة كلمة يردونيث. وأما القوانين دائما الكلام لابن خلدون وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فعنهم أخذ معظمها. كن يا سيد نرفل سي القرآن السنة أكذين دجان تريكا دجان الصحابة أما تمسني أما ذي الفهامة أما ذي الرأي أما ذي الاجتهاد أما ذي الفتاوى نسن. وأما الأسانيد يعني الأسانيد خطر ذغ الأمة يفضل ربي في الأمة مثياب سيون العلم اسمي سعي المقي الإسناد يون واس اسمي دفع حركة الوضع
وقال ذي الحديث وقال ذي السيد ديفن في النبي صلى الله عليه وسلم الدين نوال سين ذي ذي دينان انطق انطق شرق مذان سولا ايون قرنس عبد الله بن المبارك وقست قبالي ذا عرضي ذا مسنو ذا عرضي ننس يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة ذا شو سنين تعيش لها الجهابذة الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء أشو الدين ابن خلدون وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها حوجنا عجبا إثني رفزن سيثالة سلعنصر مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقرب العصر يعني عصر النبوة وممارسة النقلة وخبرتهم بهم فلما انقرض السلف أسمي مثناك الصحابة وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة بعد ظهرت علوم الآلة وغنت العلوم الصناعة الصنعة تمسني العلوم في جديدين كلها صناعة تخصصات كما قررناه من قبل يحتاج الفقهاء ذاقين أكل الفقهاء أحواجا والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة ذاقي أحواجا فكتبوها فنا ثغال علم سبيسياليتي تجريط ذي الوقت النهي فكتبوها فنا قائما برأسه إيفد سوق الرويس سموه أمشي السمان سجد سما شهوة أصول الفقه اسميس أصول الفقه هذا رحم ربي بن خلدون بعد يفكيغد ثموسني يفكيغد الفايدة وكان أول من كتب فيه أنو إذا مزوارو اكتب ذي العلم الشافعي رضي الله عنه أملى فيه رسالته المشهورة الكتاب مزوره إدي فندي علم الأصول اسميس الرسالة